فقرة التغذية رح نحكي من خلالها عن داء باركنسون أو شلل الرعاشي. طبعا هو اضطراب في الجهاز العصبي يحدث بشكل تدريجي وتصاعدي مع مرور الوقت. بتتمثل أعراضه بالبداية برعشة اليد ثم تزداد حدة وتختلف من شخص لآخر. يا هبة، يعني لذا لابد من الاهتمام بتغذية مرضى داء باركنسون وتجنبا لكل الأمراض والأعراض. المزيد لنحكي أكثر بهذا الخصوص صار معنا بالاستوديو الدكتور فادي خشوم الاختصاصي التغذوي. أهلا وسهلا فيك، يا صباح الخير، نهاركم سعيد. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك دكتور. يعني بدنا نتعرف نحن والمشاهدين على مرض باركنسون، نحكي عنه، أسباب ظهوره وبأي عمر ممكن يظهر. صباح الخير لحضراتكم مرة ثانية والأخوة المشاهدين. مرض باركنسون أو داء باركنسون هو عبارة عن حالة تنكسية تصيب الدماغ بالدرجة الأساسية أو تصيب الدماغ عفوا. الحالة التنكسية هي لها تداعيات حركية بالدرجة الأساسية. إذا حبينا نكون توصيفيين بدرجة أكبر، هي الحالة التنكسية أو هالتنكس يصيب منطقة في الدماغ تدعى سبستانشيا نيجرا أو المادة السوداء. هي المادة السوداء هي المكان الذي توجد فيه الخلايا العصبية المفرزة والمصنعة لواحد من أهم النواقل العصبية اللي هو الدوبامين. الدوبامين حقيقة له وظائف كبيرة جدا، هو المسؤول عن تعزيز الأمر الحركي بمناطق معينة بالدماغ وتثبيطه بأماكن أخرى. الناقل العصبي الدوبامين أيضا هو المسؤول عن شعورنا بالطاقة، لما بقول أني أنا عندي طاقة مفعم بالحيوية، شعوري بالرضا، كل هالأمور حقيقة تعود لي أو يعود الفضل لها لهرمون أو الناقل العصبي الدوبامين. أكيد بتختلف الأعراض من شخص لآخر. أهم أعراض مرض باركنسون؟ بالحقيقة فعلا مثل ما تفضلتي الأعراض تختلف ما بين شخص وآخر، ولكن أهم هذه الأعراض هي الأعراض الحركية. تمام، أهم هذه الأعراض الحركية اللي هي موضوع الرشفة، وهذا الشيء اللي بيعرفه كل الناس، التصلب، عدم القدرة أو البطء للحركة، عدم القدرة على التوازن، غياب تعبير الوجه بالكامل، بنسميه نحن هذا ماسك فيس، بنلاقي الوجه بنفس التعابير سواء بحالة الحزن أو بحالة الفرح. في عندي أعراض أخرى أيضا أهمها هو الإمساك، اضطرابات النوم، ضعف القدرات الإدراكية والمعرفية بكل أسف، كل هالقصص بنشوفها عند مريض باركنسون. اضطرابات حسية بشكل عام وتتجلى بشكل واضح في اضطراب حاسة الشم، نشوف صار في عندي ضعف بالقدرة على التمييز ما بين الروائح المختلفة. احنا بس إذا حبينا بعجالة نوضح للأخ المشاهد شو سبب هي الرعشة أو الرشفة اللي عم تصير، خلينا نتخيل حالنا عم نفتح الباب من طرف، وبالطرف المقابل في عندي شخص آخر عم يحاول يسكره. بالمحصلة هذا الباب رح يضل بمكانه، رح يتأرجح بمكانه، وكذلك الأمر بالنسبة للمفاصل المختلفة. وقت بيكون في عندي العضلات يلي هي أساساً مهمتها تؤدي وظيفة متعاكسة على طرفي المفصل، لما بتنقبض بالوقت ذاته فبالنهاية الحركة تقريباً رح تكون صفرية، أو رح يصير في عندي هذا التأرجح يلي عم يصير أو الرشفة يلي عم تصير عن مريض باركنسون. تمام دكتور، يعني ذكرت حضرتك مجموعة من الأعراض الجسدية، إذا في أعراض نفسية مرافقة للجسدية، بس أنا شوي سألتك أنه بأي عمر ممكن يظهر، له عمر ولا هيك فجائي؟ ما جاوبتني. تمام، مريض باركنسون حقيقة يمكن أن تظهر عليه الأعراض أو يصاب بالمرض بالأعمار المتقدمة، يعني نحن تقريبا عم نحكي بعمر 60 وفوق، ولكن هذا لا يعني أبدا أنه الأعمار الصغيرة 40 أو أقل ما ممكن ينصابوا فيه، ولكن هذا الأمر نادر الحدوث أو قليل الحدوث. الأعراض النفسية بكل أسف نعم، الأعراض النفسية بتكون كمان جلية واضحة عن مريض باركنسون، نشوف الميل للعزلة، الميل للوحدة، حالة الاكتئاب اللي بيعاني منها بكل أسف. لهيك كتير مهم إدراج مضادات الاكتئاب بالمراحل الأولى لتحسين سير الأعراض فيما بعد. كمان ذكرت انه الاثر الرئيسي تقريبا هو نقص الدوبامين بالجسم، نعم. هل في اطعمه معينه ممكن نزيد فيها الدوبامين بالجسم؟ اكيد اكيد، دون شك. الدوبامين هذا الناقل العصبي حقيقه يصنع انطلاقا من الحامض الامين التيروزين، وبالتالي نحن لما بندرج العناصر الغذائيه المختلفه التي تحوي التيروزين، وبالتالي نحن بنكون عم نأمن البيئه الخصبه لاصطناع الدوبامين. ولكن نحن حتى نكون منطقيين بدرجه اكبر، لما الخلايا العصبيه المنتجه للدوبامين تتعرض للتموت، تمام، فعمليا بيصبح الامر قليل الفائده بكل اسف. فلذلك بالمراحل الاولى لما بيكون لسه عمليا الضرر غير كبير، ادراج الاطعمه الحاويه على الحامض الامين التيروزين بيلعب دور كثير مهم. شو هي هي الاطعمه اللي غنيه بالتيروزين؟
أهم هذه الأطعمة هي الحليب، اللبن، الجبنة، الفستق السوداني، اللوز، الفاصوليا البيضاء، أيضا الأطعمة الحاوية على التيروزين بكميات جيدة، الجبنة الحلوم أيضا غير الجبنة العادية. كل هذه المصادر حقيقة، حتى الأسماك وبذور السمسم وبذر اليقطين يلي هو البذر الأبيض نحن بنسميه، أيضا من المصادر الغنية بالتيروزين. تماما، هي الأطعمة يلي الغنية يلي لازم المريض يتبعها، لكن بالنسبة للأطعمة الممنوعة شو بدك تخبرنا؟ والله بالحقيقة يعني هذا حقيقة واحد من أهم الأسئلة، لأنه فعلا تجنب أطعمة معينة هو اللي ممكن يعكس سير الحالة بشكل كبير جدا ويحسنه. ذكرنا قبل شوي نحن الأطعمة الجيدة أو الحاوية على التيروزين هي مشتقات الألبان والأجبان، ذكرناها بدرجة أساسية، ولكن الإكثار من مشتقات الألبان والأجبان بيعمل عمل معاكس تماما. ليش؟ السبب اللي تبين انه مشتقات الالبان والاجبان قادر على تخفيض اليوريك اسيد اللي هو حمض البول، تمام؟ فنحن دائما للاسف بننظر لهالمكون هذا انه عباره عن مكون سيء، الحقيقه هو واحد من مضادات الاكسده القويه جدا التي تمنع تطور الامراض المرتبطه بالاعصاب بالدرجه الاساسيه ومنها داء باركنسون. فاذا تقليل مشتقات الالبان والاجبان بيلعب دور كثير مهم. الشغله الثانيه، افترض نحن نتجنب الكميات المرتفعه من البروتينات. كل ما كانت الحميه غنيه بالبروتينات كل ما قل امتصاص الادويه اللي بيتناولوها عاده مرضى باركنسون، وبالتالي هذا راح ياثر سلبا. من الاشياء ايضا اللي يفترض نحن نذكرها وما ننساها ابدا هو الحديد. الحديد بيقلل امتصاص ادويه داء باركنسون اللي هو ليفودوبا والكاربيدوبا بشكل كثير كبير، قد تصل نسبه اعاقه امتصاص الدواء 50 ل 75%، وهي نسبه كبيره جدا بالحقيقه. لذلك كثير مهم نحن مكملات الحديد في حال كان في عندي انا فقر دم، شكل من اشكال فقر الدم، نتناولها بوقت بعيد جدا عن وقت تناول الدواء. بالأشياء أيضا يفترض مريض باركنسون يتجنبها هي الأطعمة الجاهزة الغنية بالدهون المشبعة. الدهون المشبعة بتأثر بشكل سلبي. السكريات البسيطة أيضا بكل أشكالها للأسف تؤثر بشكل كتير سلبي. الأشياء اللي يفترض كمان يتجنبها مريض باركنسون هي الأشياء صعبة المضغ. نحن الجهاز المضغ حكينا أن العضلات كلها أساسا بحالة تأذي إن صح التعبير، وكذلك الأمر العضلات الماضغة. فالأشياء صعبة المضغ هي بلاها أكيد أكيد. طيب ذكرت بالبداية من ضمن حديث حضرتك دكتور أنه ممكن مريض باركنسون يعاني من الإمساك، نعم. فكيف بيتعامل مع هي المشكلة؟ الإمساك حقيقة هو عائد بدرجة أساسية لخلل بالعضلات الملساء، أو مو خلل بالعضلات الملساء، لأن عضلات الملساء رح تتأثر كمان بذات الطريقة اللي تتأثر فيها العضلات المخططة. لذلك نحن أهم شيء ممكن نعمله لحتى نقلل من حالة الإمساك الموجودة، أول شيء موضوع الماء، ما ننسى الماء أبدا، كمية ماء محددة يفترض أن لا تقل عن لترين لترين ونص لمريض باركنسون. طبعا تختلف الكمية باختلاف الطقس وحالة الجو. الألياف هي أمر كثير مهم، الألياف بنوعيها الذواب وغير الذواب، لذلك كثير مهم نحن نركز على المصادر الغنية بالألياف مثل الشوفان على سبيل المثال، الحبوب الكاملة مثل الفريكة، البقوليات بكل أنواعها، الفواكه، وأكيد نحاول نتجنب عملية تقشير الفاكهة حتى نحصل على كم جيد من الألياف. هاي الأمور كلها تبتلعب أدوار كثير هامة بتحسين حالة الإمساك. تماما. دكتور ذكرت قبل شوي في بطء بعملية المضغ عند الشخص المريض بداء باركنسون، يا ترى بالنسبة لعملية البلع ممكن يصير فيها بطء؟ يعني ممكن بيتشردق الشخص هون بهيك حالة؟ بكل أسف يعني بيأثر على الرئتين؟ بكل أسف، مثل ما حكينا الجهاز العضلي بكل أشكاله، سواء عم نحكي عن عضلات مخططة ولا عم نحكي عن عضلات الملساء، رح تتأثر بشكل مباشر. لهيك كتير مهم نحن قوام الطعام يكون لين، يكون طري. إذا بنعتمد على الشوربات بيكون الموضوع بالحقيقة أفضل بشكل كثير كبير. طيب بالنسبه للتشنجات العضليه دكتور واضطرابات النوم يعني ممكن يسببها مرض باركنسون، شو بتنصحنا باغذيه ومشروبات؟ هلا في سياق المشروبات المختلفه قد يكون الاهم بصراحه هو شرب الماء. تمام. الماء رغم انه مكون بسيط للغايه ولكن تبين انه بيزيد اصطناع الاندروفينات بشكل كبير جدا. الحليب لغناه بالكالسيوم والمغنيسيوم ايضا من المصادر الهامه اللي ممكن تساعدنا على النوم، بالذات لما بيكون الحليب دافئ، تمام؟ ولكن مثل ما ذكرنا نحاول يكون بوقت بعيد عن وقت تناول الدواء.
البابونة نظرا لاحتواء على جلايسين وهو أحد الأحماض الأمينية التي تساعد على الاسترخاء بشكل كتير كبير، أيضا بيساعد مريض باركنسون. في عندنا الشاي الأسود منزوع الكافيين اللي هي ديكاف بلاك تي، في حال اتأمن فنحن ممكن ايضا نتناوله لانه كمان يعني اثاره جيده جدا بالاسراع من الدخول بعمليه النوم مثل ما بيقولوا. تماما دكتور، ذكرت في بطء بكثير من العمليات بالجسم عند مريض باركنسون، بالنسبه للرياضه وخاصه رياضه المشي بتفيده او هو قادر؟ يعني شو بدك تحكي لنا بهذا الاطار؟ مو بس المشي بالحقيقه، اي نوع رياضه بيقدر يعمله مريض باركنسون ما يتوانى ولا لحظه. المشي ومجموعه مختلفه لانه اسهل شيء المشي. تماما تماما، المشي بالحقيقه ومجموعه من الرياضات المختلفه مثل الشادو بوكسينج اللي هي عمليه شيء شبيه بالالعاب القتاليه ولكن دون تماس مباشر ما بين الخصمين، لانه التماس المباشر ممكن يعمل تداعيات سلبيه اكثر. تمام، الرقص، السباحة، العلاج الفيزيائي بالحالات المتقدمة، كل هالأشياء حقيقة، كل هالرياضات المختلفة تبين أنه بتزيد مستويات الدوبامين بالمشبك وبتزيد مستقبلات الدوبامين أيضا. إحنا خلينا نوضح نقطة كثير هامة، زيادة الدوبامين وحده عبر تناول أدوية محددة أو عبر تناول أغذية دون وجود مستقبل سيرتبط فيه الدوبامين هو أمر عديم الفائدة. لذلك كثير مهم مثل ما تفضلتي حضرتك اللي هو التركيز على الرياضات المختلفة، والمشي قد يعد واحد من أسهل الخيارات اللي ممكن نطبقها مريض باركنسون. طيب بالنسبة للفيتامين والمكملات الغذائية شو المفروض يأخذ مريض باركنسون بهي الحالة؟ هلا مريض باركنسون بالحقيقه بسبب تناول الادويه اللي بتزيد معدلات الدوبامين مثل الليفودوبا والكاربيدوبا عم يصير في عندي بكل اسف استنزاف لفيتامين بي 6. تمام، يعني انا الليفودوبا حتى حوله للشكل الفعال اللي بيستفيد منه المريض اللي هو الدوبامين، فانا بكل مره عم بستنزف الفيتامين بي 6. فلذلك كثير مهم انا بمرحله من المراحل اتحرى مستويات البي 6 والبي 12 لان اثنيناتهم رح يتاثروا بشكل كثير كبير. حتما رح يتأثروا مثل ما ذكرنا لأنه عملية تحويل الليفودوبا للدوبامين هي بحاجة لبي 6. فإذا نحن ممكن ندخل مكملات البي 6 والبي 12 بالدرجة الأساسية. مكملات فيتامين دي أيضا من المكملات الهامة جدا. للأسف نحن عم نحكي عن مريض عم يصير في عنده بسبب نقص القدرة على استخدام العضلات بكفاءة عم يصير في عندي انهيار بالكتلة العضلية. انهيار الكتلة العضلية سيرافقه أو سيتلوه فيما بعد حتما تأثر النسيج العظمي. مثل ما بنعرف العضلات مرتكزة على النسيج العظمي وتؤثر بشكل إيجابي بزيادة كثافة النسيج العظمي، لذلك رح يتأثر النسيج العظمي بشكل كثير كبير. لذلك إدراج مكملات فيتامين دي بالإضافة للكالسيوم أو المصادر الغنية بالكالسيوم هو أمر كثير جيد لتحسين سير الحالة. تماما دكتور، قبل شوي ذكرت التزام مريض باركنسون بالغذاء الصحي المناسب أكيد بيساعده لبعدين، لكن خطر لي سؤال، ما في علاج نهائي لهذا المرض؟ بكل أسف بكل أسف ما في عنا علاج نهائي. هي الخلايا المنتجة والمصنعة للدوبامين متى ما تموتت ما عاد في أي شيء قادر يعكس العملية ويرجعنا لورا. فنحن عمليا لما بنركز على أغذية معينة أو بنتجنب تناول أغذية معينة فنحن عمليا عم نحسن سير الأعراض فقط. تمام، يعني عمليا الأعراض حتى ما تكون حادة وشديدة بدرجة كبيرة جدا عم نخلي هالأعراض هي تكون أقل حدة إن صح التعبير. يعني بيبطئ القصص والطرق اللي ذكرناها من شوي بتبطئ من الحالة المرضية لكن ما في شفاء تام للأسف. حكينا عن الأعشاب وحكينا عن الفيتامين وحكينا كل هاي التفاصيل. بالنسبة للمنبهات، وللأسف في أشخاص كتير اليوم مدمنين على المنبهات وما بيقدروا يناموا. يا هبة، تماما، فتأثيره لهذا المرض بالنسبة للمنبهات شو بتأثر على مريض باركنسون؟ للأسف نحن أساسا عم نحكي عن مريض هو أساسا بيعاني من اضطراب بالنوم، فما بالك المنبهات قديش ممكن تزيد الحالة سوءا. هلأ فيما يتعلق بالمنبهات، الشاي والقهوة والمصادر الحاوية على الثيانين والكافيين بالحقيقة بتلعب أدوار كتير إيجابية بمنع ظهور المرض. تخيلي يعني إحنا قبل ما نصاب بالمرض تلعب أدوار كتير إيجابية بمنع ظهور المرض، حتى لو كان في عندي أنا عامل جيني أو عامل وراثي ممكن أتأخر من ظهور هذا المرض. بس نحن بعد إصابتنا بهذا المرض بدنا نحاول يكون وقت تناول المنبهات أكيد بوقت بعيد جدا عن فترة النوم، لأنه حتى ممكن يعمل عندي اضطرابات بالتبول بكل أسف. يعني دكتور، موضوع التبول الليلي.
ذكرت نقطة حابه وقف عندها أنه العامل الوراثي. نعم. بالضرورة الشخص المصاب ينقله لأبنائه مثلا؟ هلا هو مو بالضرورة، بس بالحقيقة معظم الدراسات التي أجريت مؤخرا بيّنت أنه مرض باركنسون قد يعود لسببين، إما سبب جيني أو عامل بيئي. شو المقصود بالبيئي؟ العامل البيئي اللي هي الملوثات والمبيدات الحشرية اللي ممكن تستخدم على أو ترش بها المزروعات المختلفة. لذلك عملية التنظيف، تنظيف الخضروات والفاكهة لما مندخلها على بيوتنا، هو يعني عملية بالغة الأهمية. الانتقال إلى الزراعة العضوية إن أمكن ذلك كمان، هذا أمر كثير مهم بالحياة حتى يجنبنا استخدام هالمبيدات الحشرية يلي تبين فعلا قديش لها أدوار هامة جدا بالإصابة بداء باركنسون. يعني بختام حديثنا معك دكتور، نصائح لكل المشاهدين ولكل مرضى باركنسون اليوم عم بيشاهدونا. هلا كنصيحة ختامية فينا نقولهم الالتزام بتناول أطعمة معينة ببداية المرض بيأخر يحسن سير الحالة، هي واحد. تجنب أطعمة معينة مثل اللي ذكرناه هون قبل شوي أيضا بيحسن سير الحالة بشكل كتير كبير. ممارسة الرياضة هو الشيء الأهم. تمام، مهما كانت الرياضة بسيطة يفترض يمارس المريض باركنسون هالرياضة هي، لأنه حتحسن كمان سير الأعراض بشكل كتير كبير. تماما، ويتعايش المريض مع هالحالة لأنه بدات لازمه مثل ما ذكرت ويدير باله على حاله ليحسن نفسيته مثل ما أخذنا المعلومة الصح من حضرتك. شكرا لإلك دكتور فادي الخشوم أخصائي التغذية. تسلمي، نورت صباحنا ويا أهلا وسهلا فيك دكتور.